السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله اليوم حنشرح موضوع الميمبرين ترانسبورت. الدكتورة شرحته على محاضرتين، المحاضرة الثانية والثالثة. هذا الفيديو أنا حأشرح المحاضرة الثانية، وبكرة السبت إن شاء الله حأشرح المحاضرة الثالثة. اتأخرت أنا صراحة يعني في الشرح، صار عندي ظرف معين وما قدرت إني أنجزه. تمام، حكينا إحنا في المحاضرة الأولى عن introduction بسيط لمادة الفسيولوجي. إن شاء الله إنه تكونوا فهمتوا المحاضرة بشكل منيح، وأي حدا عنده استفسار أو أي سؤال يبعث لي أو يمنشني أو يحط بكومنت تحت الفيديو بأي طريقة بتناسبه، إن شاء الله إني بشرح له إياه وبجاوبه. وقبل ما أبلش يعني حاولوا استغلوا يعني هاي البداية، لساتكم في البداية، حاولوا استغلوها بشكل منيح ورتبوا أموركم وتابعوا أول بأول. يعني أقلها إنكم تتابعوا مادة الفسيولوجي والأناتومي، يعني هذول المادتين جدا مهمات وبتاخذوهم هم أكثر إشي في الأسبوع، يعني 3 مرات في الأسبوع، فهذول أهم إشي إنكم تتابعوهم، هم حيظلوا معكم طول الـ6 سنين وحتحتاجوهم. فركزوا فيهم منيح وفهموهم منيح يعني، وما تهملوهم. طيب إحنا إن شاء الله اليوم حنشرح موضوع الميمبرين ترانسبورت. قبل ما نحكي، حكينا إحنا بالمحاضرة الماضية عن السيل فسيولوجي، حكينا عن السيل فسيولوجي، حكينا السيل بشكل عام أو بتتكون بشكل أساسي من السيل ميمبرين ومن البروتوبلازم، وحكينا السيل ميمبرين له وظيفة أساسية هي الكنترول، هو المتحكم أو المنظم لعملية الدخول، عملية الدخول أو خروج أي سبستانس. بالتالي الوظيفة الأساسية للسيل ميمبرين هي لأنه المنظم لدخول أو خروج لأي سبستانس. هاي عملية الدخول أو الخروج بسميها الترانسبورت، ولأنها بتتم عن طريق الممبرين فبسميها ممبرين ترانسبورت. هسا مش كل السبستانس او المولكيولز او الايونز بتدخل او بتخرج بنفس الطريقه، في عندي طرق كثيره حنحكيها وحنشرحها بالتفصيل، ولكن الهدف او السبب الاساسي لوجود هاي الطرق المختلفه اللي عندي في كاركترستيك للسبستانس بخلي انه مثلا هاي السبستانس ما تدخل بهاي الطريقة، تدخل بالطريقة الثانية. هاي الامور كلها حنحكيها بالتفصيل. هسا مراجعة سريعة للاشياء اللي حكيناها بالمحاضرة الاولى اللي حتهمنا هسا حاليا. يعني انا هنا ناشي انه هذا بالاخضر يعني انه مش مطلوب منكم، وهذا لا، هذا انه مطلوب منكم انه كله حكيناه احنا يعني، بس انا صحيح جايبه من مصدر ثاني، لكن كله حكيناه بالمحاضرة الأولى وأنا حطيته هون من باب المراجعة، وهذا المش مطلوب منكم وحنحكي عنه. تمام، حكينا إنه السيل ميمبرين بتكون من ليبيدز باي لاير، وهاي الباي لاير حكينا إنها بتكون مفصولة أو بتفصل الإكسترا سيلولار فلويد عن الإنترا سيلولار فلويد، فهي بتعمل على شكل بارير، ما بتسمح أو بتنظم دخول الووتر موليكيولز والووتر سوليبل سبستانس وغيرها من السبستانس والموليكيولز والايونز. مش اي شيء ممكن يدخل او يخرج. وحكينا الباي لاير، حكينا لنا سبب وجود الباي لاير، ليش هي باي يعني ليش هي طبقتين، حكينا السبب، وحكينا انه في عندي هيد وفي عندي تيل، وحكينا التيل هو بولر يعني هيدروفوبيك هيدروفيليك، وحكينا في عندي تيل اللي هو الهيدروفيليك واللي هو النان بولر، كاره للماء، ما بيحب وجود الماء له، فبالتالي ما بتقدر السبستانس ووتر شو اسمه الووتر سوليبل سبستانس ما بتقدر تدخل من خلال الممبرين بشكل مباشر، من خلال الباي لاير الممبرين بتدخل بس الباي لاير ما بتدخل. تمام، هذا حكينا لنا الباي لاير كيف هي. حكينا بعدين انه المكون الثاني للخلية بعد الليبيدز اللي هي البروتينز، وحكينا البروتينز نوعين اللي هي بروتينز انتجرال زي هاي بتكون على طول الخلية، هاي عندي هون السيل ميمبرين بتكون البروتين موجودة هون على طول الخلية، انتجرال بروتينز والبريفرال بروتينز حكينا من بتكون اما عن الانر سيرفيس او الاوتر سيرفيس، والموست كومون بالانر سيرفيس. تمام، فحكينا البروتين موليكيولز إلها فائدتها بالباثوي وبالنقل، حنحكيها اليوم إن شاء الله. وحكينا بشكل عام وظيفة ما حنحكي عن البيرفرال، إحنا بروتينز
نحكي عن الانتجرال. الانتجرال بشكل عام حكينا له اكثر من وظيفه، واهم وظيفتين اللي حنحكي عنهم اليوم وحنركز عليهم اللي هو اما بيعمل عمل تشانلز، ايون تشانلز، او بيعمل عمل كارير. ايش يعني طيب ايش الفرق بين الايون تشانلز والكارير؟ يعني مش الاثنين بوابه يعني؟ لا مش هيك الموضوع، خلينا نشرح هون. حسنا نفترض، تمام، نفترض هاي الشانلز، وهاي الكارير، الرسم، دورة الرسم، الخط صار رسم هو أصلا، ما علينا. تمام، هاي تشانلز وهاي كارير. تشانلز من اسمها قناة، هي عبارة عن قناة زي الثقب موجود بالغشاء بيسمح بدخول الايونز. طب شو فائدة هاي التشيلز؟ لانه في عندي ووتر سوليوبل سبستنس، حكينا الووتر سوليوبل مستحيل يفوت عن طريق الفوسفوليبل، فبفوت عن طريق التشيلز، فهاي التشيلز بيسمح بدخول الووتر سوليوبل سبستنس. وحكينا شو، وحنحكي شو هم اللي حيقدروا يفوتوا. بينما الكارير بروتينز الفرق بينها وبين التشيلز انه لا، هو ما مش فاتح هو يلا خلاص ادخل وما عليك، لا هون بيجي المولكيولز بيرتبط في بايندينج سايت معين، وهذا بس يرتبط بصير عندي اكتيفيشن للبروتين، بصير عندي كونفرميشن للتشينج، وبعديها بياخده وبيدخله جوا. ف والإشي المشترك بين التشانلز والكارير انهم سبيسيفيك، هيها هون الكارير، لا مش هون، هون التشانلز والكارير كلهم بيكونوا selective for types of molecules or ions. يعني مش انه اي اشي بيدخل ويلا خلاص لا، ولكن الفرق بيناتهم انه channels اللي هي عبارة عن قناة، ما بيرتبط في مكان معين فيها، لا ضل داخل مباشرة. بينما الكارير لا، بيرتبط في binding site وبصير عندي conformational change وبعديها بيدخل. فهذول الفرق لازم نكون عارفينهم يعني، خليهم في بالكم وحنحكي عنهم، فما تخربطوا بيناتهم، ولو حدا ما فهمهم بشرحهم مرة ثانية يعني، ما في مشكلة. تمام، حكينا هاي المعلومة، حكينا انه البروتين هو زي ما حكينا انه water spaces، يعني عبارة هاي channels هاي عبارة عن ثقوب، يعني بتسمح water، بتسمح لدخول ال water soluble substance خلال الموليكيول. طب حكينا زي ما حكينا بتسمح للفري موفمنت للووتر والسيلكتد ايونز والموليكيولز، هي حكينا تشانلز. في عندي اذر بروتينز، هي حكيناها الكارير بروتينز، بيرتبط في الموليكيولز او الايونز في الكارير، بصير عندي كونفورميشنال تشينج في البروتين، وبيعمل موفينج للسبستانس خلال الممبرين وبداخله لداخل الخلية. وحكينا انه سواء تشانلز ولا كارير هم بيكونوا سبيسيفيك لموليكيولز وايونات معينه، مش لكل الايونات والموليكيولز. تمام، هاي خلصناها، تمام هاي خلصناها، الهيد والتيل والفوسفوليبيد والبايلير والبولر واللايك ديسولف لايك، بما انه بولر والووتر بولر فهذا هيدرو فيليك، بما انه نون بولر فهو هيدرو فوبيك. ووتر بولر هون بولر، تمام هاي حكيناها. طيب نيجي لهاي النقطة. هسه زي ما بنعرف في طبعا هاي الصورة والكلام جبته من الكلام والصورة موجود جبته من جايتون. زي ما بنعرف انه في عندي ايونات داخل الخلية، ايونز، وفي موليكيولز، وفي سبستانس داخل الخلية وفي خارج الخلية، ولكن داخل الخلية بيختلف تركيزهم عن خارج الخلية. في أيونز تركيزهم داخل الخلية أعلى من خارج الخلية والعكس. فهاي بعض الأمثلة على أيونز موجودة بتركيز مختلف سواء داخل الخلية أو خارجها. هذول أهم الأيونز اللي دائما حيمروا معكم واللي حينشرحوا خلال طول الفصل هذا والفصول الجاي، فيعني مش غلط إنكم تعرفوهم. طبعا مش الأرقام، أنا الأرقام جبتهم بس من باب التوضيح، ولكن إنه تعرفوا إنه مثلا الصوديوم داخل خارج الخلية هون 142 ملي إكويفالنت بير لتر،
اكستاسيلولار هاي انتاسيلولار 142 ده خارج الخلية و10 داخل الخلية. فالصوديوم داخل الخلية خارج الخلية أعلى من داخل الخلية، والبوتاسيوم 440، البوتاسيوم أعلى داخل الخلية وأقل خارج الخلية وغيرهم. يعني اعرفوا هذول الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والفوسفيت والبروتينز، اعرفوهم بشكل عام مين بيكون أكثر داخل الخلية ومين بيكون أكثر خارج الخلية. بس هاي كمعلومة إلكم، يعني هي المعلومة الوحيدة الخارجية اللي حطيتها يعني، ولكن هي حتفيدكم في النهاية. تمام، هسا نيجي نقسم طرق النقل الممبرين ترانسبورت. بدي في عندي طريقتين للتقسيم. نحكي للطريقة الأولى واللي أخذتوها أنتم، نحكي عن الطريقة الأولى واللي أخذتوها أنتم. مثلا نفترض هاي السيل زي رسمة الرسم الموجودة بالنوت عندكم، مربعة، أول مرة بشوف سيل مربعة. ما علينا، هاي الصوديوم مثلا، هاي الصوديوم هون، حكينا الصوديوم خارج الخلية أعلى من داخل الخلية، هون أقل. تمام، فزي ما احنا شايفين في تركيز مختلفة، ولكن ما أو كمان ملاحظة، ما بيعني إنه مثلا التركيز داخل الخلية أعلى يعني أنا ما بحتاج البوتاسيوم، لا، ممكن أنا أحتاج البوتاسيوم فبحتاج لطريقة نقل إله أدخله لجوا. فلا يعني إنه هون أعلى يعني خلاص أنا ما بحتاج بوتاسيوم، لا، ممكن أحتاج، والعكس يعني ما بعني إنه هون نسبة قليلة يعني هو ما يطلع، لا، ممكن يطلع. فبالتالي هون الصوديوم أعلى، هون الصوديوم أقل. في إشي احنا بنسميه الكتروكيميكال جراديانت اللي هو فرق التركيز، سواء الكتريكال اللي له علاقة بالشحنات يعني انه مثلا، او حنحكي يعني هاي الفروقات مش مهمة يعني. الكتروكيميكال جراديانت عندي فرق التركيز، عندي هون مثلا الصوديوم تركيزه عالي، لا هيك احنا منا خلية ثانية. طيب خارج الخلية صوديوم تركيزه عالي، وداخل الخلية صوديوم تركيزه واطي، فهذا الفرق في التركيز عمل لي إشي اسمه الكتروكيميكال جراديانت اللي هو فرق التركيز بين داخل الخلية وخارجها. هسا هون عالي وهون واطي، أنا لو تحركت من المنطقة العالية للمنطقة الواطية هذا بسميه داون هيل او داون الكتروكيميكال جراديانت، يعني مشيت مع فرق التركيز. لو انا بدي اعاكس هذا التركيز، اعاكس هذا التدرج، بدي امشي بالعكس، يعني بدي امشي من الاقل تركيز للاعلى تركيز، هذا بسميه اب هيل او اجينست الكتروكيميكال جراديانت. هاي المصطلحات نعرفها. فانا هاقسم اول تقسيم للترانسبورت، اما بقسمه داون الكتروكيميكال جراديانت او اللي هو داون هيل، او اجينست الكتروكيميكال جراديانت اللي هو الاب هيل. تمام، هسه هون يعني بالوضع الطبيعي انا عندي تركيز عالي، التركيز العالي مضغوط يعني نحكي بشكل يعني مش انه اشي علمي، يعني بشكل عام واحد تركيزه عالي او منطقة فيها كثافة سكانية عالية ومنطقة الكثافة السكانية فيها قليلة، هل أنا بحتاج أبذل مجهود وطاقة إني أحكي للناس يلا روحوا هناك على المنطقة الفاضية؟ طبعا لا، بروحوا بالعكس بنبسطوا، يلا أنا بروح بتخفف الضغط علي. بينما لو أنا مثلا منطقة كثافة سكانتها قليلة وبدي أحكي لهم يلا روحوا على منطقة الكثافة السكانية فيها عالية، هل حيرضوا يروحوا بكل بساطة؟ طبعا لا، أنا بحتاج مجهود إني أقنعهم، مجهود إني أخذهم وأجبرهم على هذا الحكي. بالتالي أنا على هذا الأساس بقسم الداون هيل والأب هيل بناء على حاجتهم للطاقة. فأنا لما أمشي مع التركيز خلص أنا ما بحتاج لطاقة، no need no. فهون لا، هون بحتاج علينا على الخط، فهنا بحتاج طاقة، هون ما بحتاج طاقة. فهذا هاي العملية بسميها passive transport، أما هاي بسميها active transport، active يعني نشطة يعني بحتاج energy.
اكتيف ترانسبورت حنحكي عن تقسيمتها اللي هو السيمبل ديفيوجن والفاسيليتد، وحكينا ما بتحتاج لطاقه. بينما الاكتيف ترانسبورت برضه حنحكي عنها بالتفصيل اللي هو برايمري. تمام، هسه حكينا انه هاي اللي بدي امشي عكس التركيز ابهل، عكس تدرج التركيز ابهل، فانا بحتاج لطاقه. الطاقه في الجسم يعني ATP، هاي نعتبرها زي المصاري، فلوس. هاي فلوس انا بدفعها حتى اعمل العمليه، فلوس بدفعها حتى اعمل العمليه. فاي شيء، فلما احكي انرجي، سورس اوف انرجي، فهو الATP. فانا لو مشيت بهاي العملية وأخذت الـ ATP مباشرة ورحت عملت هاي الحركة، عملت هذا الانتقال، أخذت الـ ATP من مصدره وجبته واستفدت منه، فهذا بسميه، حكينا هاي Active Transport. وبما أني أخذت الـ ATP مباشرة فهذا بسميه Primary Active Transport. هسا بما انه حكينا برايمري فاكيد في عندنا سكندري. هسه السكندري ايش فكرته؟ هو ما بروح باخذ طاقته من الاي تي مباشره، لا، بروح بيضحك على ايون ثاني بقول له روح انت امشي مع جماعتك، وشو اسمه، وكون لي طاقه. فهو بروح باخذ الطاقه يلي تكونت من الايون الثاني، فهو ما استخدم الاي تي بي مباشره، فعشان هيك بسميه سكندري اكتيف ترانسبورت. حكينا الابهل، تمام، هذا بشكل عام، يعني هذا كله حنحكيه بالتفصيل، بس انه كمقدمة بسيطة حكينا الاب هيل ترانسبورت بيحصل عن طريق الاكتف اللي هو برايمري وسكندري. حكينا البرايمري بيعتمد على البرايمري دايركت، بيستخدم الانيرجي اللي هو الاي تي بي، بيستخدمه بشكل مباشر، بينما السكندري indirect input metabolic energy اللي هو الـ ATP، بيستخدمه بطريقة غير مباشرة. هاي التقسيم الأولى للmembrane transport، حكينا عن طريق حسب حركتي بالنسبة للgradient، حسب حركتي بالنسبة للتدرج. إذا أنا مشيت مع التدرج من الأعلى للأقل فخلص passive transport، إذا أنا مشيت من الأقل للأعلى فأنا active transport، وخلصنا هاي الموضوع. وحكينا الاكتف او الباسف، حكينا سيمبل ديفيوجن فاسيليتد، والاكتف برايمري وسكندري. كل هاي الامور حنحكيها بالتفصيل. هسا اذا بتتذكروا حكينا قبل شوي في عندي كارير بروتينز، فانا عندي تقسيمي ثانيه، هاي بجوز ما بعرف اذا حكيت لكم اياها الدكتوره او لا، لكن حسب التوبيض مش موجوده. في عندي تقسيمي ثانيه اقسم فيها الترانسبورت اللي هو بقسمها عن طريق حاجتها للكاريرز. شو الطرق اللي بتحتاج لكارير عن طريق حاجتها؟ اذا بقدر اقسم الترانسبورت ميكانيزم حسب حاجتها للبروتين كارير. الطريقه الوحيده اللي ما بتحتاج كارير هي السيمبل ديفيوجن. باقي الطرق الفاسيليتد والبرايمر والسكندري كلهم بيحتاجوا كارير لحتى يصير الميكانيزم. فبالتالي هذا ممكن يجي سؤال ام سي كيو، يعني يحكي لك all the following mechanism او transport mechanism need protein carrier except باستثناء simple diffusion. ممكن يعني هذا سؤال يعني واحتمال كبير يجي. طيب تمام. وحكي هسه في عندي هذول الثلاثة طرق النقل الثلاثة اللي بتعتمد على البروتين كارير، وطبعا هذول اللي بيعتمدوا على البروتين كارير بسميهم كارير ميدييتد ترانسبورت، يعني بتحتاج يعني ترانسبورت نقل بيحتاج لناقل لكارير. هذول لهم ثلاث خصائص أساسية، الخاصية الأولى اللي هي ساتوريشن، الخاصية الثانية سيرو سبيسيفيك، والثالثة كومبيتيشن. هذول حنحكي عنهم بالتفصيل لأنه موجودين لقدام بس ما حسيتهم كتير واضحين، فأنا حكيت أشرحهم هنا وأجيبهم من مصدرهم من كتاب شارحهم بشكل منيح لحتى تفهموها بشكل أحسن. هسا نيجي هنا نحكي في الموضوع. هسا أنا عندي هذا الغشاء أو هذا الممبرين، تمام، وعندي هون مولكيولز، نفترض 1 2 3
هذا الغشاء. عندي هنا موليكيولز وعندي هنا موليكيولز أو أيونز أو سبستنس، أي شيء بدك إياه. اثنين أرب اثنين أربعة ستة سبعة، هنا سبعة، هنا ثلاثة، تمام. هسه هون أنا عندي 7 molecules، تمام. أنا عدت الرسمة كمان مرة لحتى تكون أوضح. هون نفترض إن هون عندي، هون ما بحتاج لكارير، هون بيحتاج لكارير. أنا بحكي بموضوع بشكل عام، يعني لأي حدا مش فاهم إشي يعني، أو حدا يعني أول مرة بشوف المادة حيفهم هاي الفكرة. عندي هون الكارير، هذول 1 2 3 4. هنا عندي ما بحتاج لكارير، هاي هي الموليكيولز. عندي هون 2 موليكيولز، هون 2 موليكيولز. هسه هون لما تيجي 2 موليكيولز تقارب من السل، من الممبرين، بغض النظر شو هو، حتيجي وحتدخل، تمام، حتيجي وحتدخل. هون نفس الاشي، حتيجي للترانسبورت وحتدخل، أمورها تمام. هسه لو زادت هون عدد مليون، نحكي صارن 4، تمام، وهون صارن 4، برضو هذول حييجوا يدخلوا، هون حييجوا يدخلوا، الأربعة كلهم حيدخلوا. فهون شو بنلاحظ؟ إنه أنا لما زدت عدد المليكيولز، يعني زدت الكونسنتريشن، تمام، بما إني أنا زدت الكونسنتريشن فصار سرعة النقل أسرع، صار يدخل عندي كميات أكبر، تمام، فهمنا هاي الفكرة. يعني أنا زدت الكونسنتريشن اللي هو زدت عدد المولكيولات، زدت الكونسنتريشن فصار عندي الانتشار أو النقل صار أسرع. هون برضو نفس الشيء، جبت 4 مولكيولز، فهاي حتيجي على الناقل الثالث، هاي على الناقل الرابع ويدخل، تمام، حلو الكلام. هسه لنفترض اني انا رحت وجبت بدل 4 مولكيولز 5، تمام، نحكي صار عندي هون 5 مولكيولز، هون 5 مولكيولز. حقيقي هذا الموليكيول الاول حيطلع، الثاني حيطلع، الثالث حيطلع، الرابع حيطلع، الخامس حيطلع، امورهم تمام، ما في مشكلة. زاد التركيز، نرسم هاي الرسم، هاي الكونسنتريشن، هون الريت، نفترض انه الريت الخط ديفيجن ريت او سرعة النقل، تمام. فهون بنلاحظ ما بيحتاج لكارير، ان كل ما زدت عدد المولكيولز زادت سرعة النقل. فأنا بحكي انه كل ما زاد التركيز السرعة حتزيد. طب نيجي اللي بيحتاج لكارير. انا حكينا 2، كان 2 مولكيولز وكان نوعا ما سريع، زدتهم لفور مولكيولز فصار النقل اسرع. طب لما صار 5 مولكيولز، عندي صار 5 جزيئات بدي أنقلها. الأول حيروح على الناقل الأول، على الناقل الثاني، على الناقل الثالث، على الناقل الرابع. الناقل الموليكيول الخامس ما ضل إنه مجال، ما في مجال صار، ما فصار إيش، بطل يستجيب لزيادة في التركيز. بالتالي ما أنا رسمتها، لو حكينا هون التركيز وهون سرعة النقل، فهون حنلاحظ إنه مع التركيز حتزيد سرعة النقل لحد معين، بعدها حتوقف لحد معين، وبعدها حتوقف. ليش حتوقف؟ لأنه كل الكارير بروتين صار فيه ساتشوريتد، صار فيه إشباع، ما في مجال لدخول أي مولكيول جديد. فهذا هو فكرة الساتشوريشن. بعكس اللي ما بيحتاج لكارير، كل ما زاد التركيز زادت سرعة النقل، لأنه هي عندي أنا مساحة واسعة، جيب ما بدك ودخل، جيب مين ما بدك ودخله. بينما بالكارير عندي مناطق فقط معينة، بس هاي المناطق تتملى، أنا خلاص ما عندي مجال إني أدخل أي حدا ثاني. فهذا هو الكيرف، فبيطلع بالنهاية الكيرف هذا عندنا. فبالتالي الساتوريشن
بيعتمد على مفهوم انه الكارير بروتين عندها ليميتد نمبر اوف بايندينج سايت، عندي ليميتد نمبر اوف بايندينج سايت، اذا تعبت كلها خلص. يعني هون نفترض هون بهاي المنطقه هيك، خلص بهاي المنطقه بطل يقدر يتقبل اي زياده، بس شو ما زاد التركيز سرعه النقل حتظل نفسها. وهذا الاشي اللي حنشوفه احنا، الريليشن بين الريت اوف كارير ميديت ترانسبورت والكونسنتريشن. هون الكونسنتريشن عندنا وهون معدل النقل. فحنلاحظ بس هون كمان، طب اذا بتلاحظوا هون زادت بشكل كبير، انما هون يعني زياده بسيطه باللي ما بحتاج كارير. ليش؟ لانه هون اصلا البايندينج سايت كلها فاضيه في البدايه، فانا لما اعطيت تركيز نوعا ما عالي او تركيز بسيط يعني من الماده اللي بدي انقلها، فكانت سرعه النقل عاليه. بينما لما صرت ازيد التركيز شوي شوي، شوف ايش صار، المنحنى قل شوي شوي لانه صارت المناطق تتعبى لحتى يوصل لنقطه انه خلص انا ما بقدر استوعب اي زياده. فشو ما زاد الكونسنتريشن انا مستحيل ازيد معدل نقلي، بعكس ما بحتاج كارير حقول لك يلا جيب مين ما بدك ودخله، عندي مساحات واسعه ادخل من وين ما بدك. هاي هي فكرة هذا الكيرف أو فكرة الساتشوريشن. ليش بيكون في عندي ساتشوريشن؟ فما بيحتاج كارير اللي هو سيمبل ديفيوجن ما بيحتاج كارير، فهو ما في إشي اسمه عنده ساتشوريشن، بيظل مفتوح عنده المجال. عشان هيك بسميه أو برسمه لينير، العلاقة طردية بين الكونسنتريشن والترانسبورت ريت. بينما الأذر تايبس أوف ترانسبورت الفاسيليتيز البرايمري والسكندري بيحتاجوا كارير، فهون في عندهم ممكن عندهم ساتشوريشن بوصل لحد معين وما بيقدروا بعديها إنهم يزيدوا بمعدل نقلهم. وهذا الحكي إحنا اللي حكيناه يعني، فإن اللي أول بانك طيب ساتشوريشن زي ما حكينا إنه كل المناطق بصير، فبصير عندي ساتشوريشن عند بوينت المنطقة اللي بصير عندها ساتشوريشن أو هاي المنطقة اللي حطيناها هون بسميها تي ماكس. تي ماكس يعني ترانسبورت ماكسيموم، يعني ترانسبورت ماكسيموم، تمام. هي هاي تي ماكس. هسا هذا المنحنى إذا تتذكروا محاضرة الدكتور سمير في البيو كيم الفصل الأول، هي نفسها تشبه منحنى اللي في الإنزيمز اللي هي البي ماكس، هي نفسها هاي البي ماكس على الإنزيم، لأنه هي نفس الفكرة إنه عندي ليميتد نمبر من بايندينج سايتس في البروتين، فهي هاي نفس الفكرة، فهي تي ماكس أو بي ماكس كلهم نفس المسمى. وهذا الإشي حنرجع نتطرق له كمان مرة لقدام. هسا الخاصية الثانية للبروتين كارير أو للترانسبورت بيعتمد على البروتين كارير إنه ستيريو سبيسيفيك. إيش يعني ستيريو سبيسيفيك؟ حكينا مثلا نيجي لهاي الصورة، سبيسيفيك يعني بيجي مثلا نحكي الجلوكوز بيكون عندي البايندينج سايت معين، شكله بيكون شكل معين ما بيقبل الا دي جلوكوز ستيريو دي جلوكوز. فلو اجى قال الجلوكوز ما حيقبله، الايزومر للجلوكوز قال الجلوكوز ما حيقبله، بالتالي ستيريو سبيسيفيك يعني الكارير مثلا انه بيدخل الدي جلوكوز ولكن ما حيدخل ال جلوكوز. هاي المشكله بلاقيها بالكاريرز، ولكن هاي المشكله ما بلاقيها بالسيمبل ديفيوجن. ليش؟ لانه ما بحتاج لكارير. هذا الفرق الثاني، انه ستيريو سبيسيفيك يعني الستيريو تايب معين فقط بيكون. هسه كومبيتيشن يعني هذا السايت نفسه، يعني نرسم الرسمه هون، نرجع لهذه المعجوقه تمام. هذا البايندينج سايت اللي عندي انا بكون هو سبيسيفيك، ولكن في بعض الاحيان في بيكون ممكن انه يتعرف ويرتبط فيه وينقل ماده تشبه الماده الاصليه اللي ترتبط فيها، فبصير عندي شيء اسمه كومبيتيشن. مثال عليها يعني هذا البايندينج سايت للدي جلوكوز هذا البايندينج سايت للدي جلوكوز. لو اجى عندي مولكيولز مثلا دي جلاكتوز هيجي ويقدر يدخل، فحيدخل يرتبط مكان الدي جلوكوز ويدخل لداخل الخليه. بالتالي هون ايش صار عندي؟ نرجع لهاي الرسمه. فبالتالي لو في عندي مثلا هون
أربع ذرات جلوكوز كلهم أربع جزيئات جلوكوز كلهم حيدخلوا. ولكن لو كان عندي مثلا أربع ذرات جلوكوز وذرة جلاكتوز، الجلاكتوز حيجي ويدخل، ويدخل بس فقط ثلاث جزيئات من الجلوكوز. عرفنا شو هو الكومبيتيشن، فممكن إنه يعمل انهيبيشن لدخول الجلوكوز. هذا هو الفرق الثاني بين الكارير والنون كارير ترانسبورت. بس هو هذا كلام سريع، وهذا اللي حكي. طبعا أنا هاي مبدئيا هاشطبها لأنه معلومات، ما بدنا معلومات زيادة نشرحها. تمام، نيجي نلخص هون كل شيء حكيناه بشكل سريع. هلا حتى نبلش بكلام الدكتورة وكلام السلايد والنوت، حتلاحظوا انه احنا الاغلب اللي حكينا او اللي حكينا في المقدمة حينعاد شرحه، ولكن انا حبيت اني اجمع لكم اياه بالبداية لحتى تفهموه. وفي حال حدا ما فهم اشي او ما فهمش اشي اصلا من اللي حكيته، بالجزء الجاي حاعيد تقريبا شرح نفس اللي حكيته ولكن بتفصيل اكثر وعلى ترتيب السلايد والنوت. تمام، احنا حكينا الممبرين ترانسبورت، النقل عن طريق الغشاء اما بيكون باسيف او اكتيف. وحكينا باسيف يعني ما بيحتاج انرجي، اكتيف يعني بيحتاج انرجي. حكينا انرجي يعني اي تي بي اما فاما بيستخدم الترانسبورت الاي تي بي بشكل مباشر فبحكي عنه برايمري، او بيستخدمها بشكل غير مباشر وبحكي عنه سكندري. هذا بالنسبة للأكتيف. في عندي إكزوسيتوزيس والإندوسيتوزيس، هذول كلهم هذا الجزء كله حنشرحه إن شاء الله في المحاضرة الجاية، محاضرة السبت بكرة. نيجي للباسيف اللي حنشرحه اليوم. الباسيف بقسمه بشكل أساسي لسيمبل ديفيوجن فاسيليتد ديفيوجن، وفي عندي سبيشال تايبس من الباسيف ترانسبورت. يعني ما يعني ها احنا هذا الحكي احنا بنحكي على على مستوى الخلية نفسها، الخلية الواحدة. هون ممكن نحكيها بشكل أوسع شوي، يعني حنحكي أمثلة عليها ونشرحها. هذا هو المخطط اللي حنمشي عليه ونشرحه بشكل كامل. أول إشي برضو هذا زي تجميع لطرق النقل، زي ما هو احنا شايفين هون اللي بينتقل عن طريق الخلية مباشرة اللي هو السيمبل ديفيوجن عن طريق الفوسفوليبيد او الباي لاير مباشرة، او عن طريق الشانلز. والفاسيليتد والاكتيف ترانسبورت كلها بتحتاج لكارير بروتين. وهذا برضو ملخص كامل لطرق النقل وبشكل واضح جدا يعني، وبنصح انكم ترجعوا له يعني. بس نخلص الشرح، السيمبل ديفيوجن فاسيليتد ديفيوجن والبرايمري، وهذول الاثنين هم السكندري يعني اللي هم اقسام اللي حنحكيهم. نحكي يعني احنا نحكي طب نحكي عنهم بشكل عام. يعني السيمبل ديفيوجن اكتف ولا باسيف؟ حكينا يعني ما بحتاج طاقة فهو باسيف. الفاسيليتد بس برضو ما بيحتاج لطاقة. ليش ما بيحتاج لطاقة؟ لأنه بيمشي داون هيل، يعني من الأعلى تركيز للأقل تركيز. هل بيحتاج كارير ميديتد؟ السمبل ديفيوجن ما بيحتاج، الفاسيليتد بيحتاج. هل بيستخدم انيرجي اللي هو الاي تي بي؟ الاثنين ما بيستخدموا، حكينا انهم باسيف. طيب هذه بالنسبة للصوديوم جريدينت، هاي حنحكي عنها برضو، لا تستعجلوا. تمام، هذا ملخص المفروض انا حطيته بالاخير بس ما علينا. طيب هسه احنا هنبلش بالباسيف ترانسبورت. هنبلش نحكي بسرعة لأنه أغلب الكلام حيكون كلام واحد. الباسيف ترانسبورت هو أني أنقل السبستنس عبر السيمي بيرميبل ممبرين زي ما حكينا داون اتس الكتروكيميكال جريدينت، يعني مع تدرج التركيز من الأعلى تركيز للأقل تركيز. ممكن أحكي تعريف هسه تعريف ثاني، أو إنه مثلا نحكي ليش أنا بنتقل من الأعلى تركيز للأقل تركيز. هسه نفترض إنه هون 1 2 3 4 وهون 1 2 3. هسه في هون معلومة، هسه هاي الجزيئات أو هاي الأيونات أو هاي السبستانس نحكي، في عندها إشي بنحكي له اسمه الطاقة الحركية، فيها طاقة حركية. هسه ممكن أشبه لكم إياها أو خليها مع الكريتيريا، خلينا نمشي ما نستبق الأحداث.
طب بس احكي لكم اياها بشكل سريع، انه كل جسم في عنده طاقه حركيه، فكل ما زادت عدد الجزيئات في منطقه معينه، يعني هاي المنطقه مثلا وهاي المنطقه وبيناتهم غشاء، دول مشبوكين طبعا. فمثلا هاي عندنا هاي المنطقة وهاي المنطقة وبيناتهم غشاء. هاي هسه أي جسم في عنده شيء اسمه طاقة حركية. طاقة حركية بتكون لحد معين بيكتسبها الجسم، زي ما بنعرف يعني مثلا الجسم الصلب بتكون الذرات فيه متقاربة، والجسم السائل بتتباعد شوي، الجسم الغازي بتكون متباعدة كثير، فبتحتاج لحجم أو مساحة أكبر إلها. هذا الاشي اللي حنحكي عنه لقدام، ما علينا. فبالتالي في كل ذرة او جسم او جسيم في له طاقة حركية. نتيجة هاي الطاقة الحركية الكبيرة الموجودة هون بتخلي او بتدفع هاي الجزيئات او الموليكولز او السبستانس انها تتحرك للمنطقة اللي بيكون الضغط فيها اقل، او بيكون فرق التركيز فيها اقل. فهذا عرفنا ليش انه بصير مثلا بدون الحاجة لأي طاقة تحرك لي الجزيئات. تمام، حكينا الباسيف في ترانسبورت. هسه الكرايتيريا، يعني الكرايتيريا للباسيف هذول يعني صار بالنسبة لنا يعني اشي تافه، يعني خلاص حكيناهم شرحناهم، انه يكون داون كونسنتريشن الكتروكيميكال كونسنتريشن، وما بيحتاج لطاقة. وهي الصورة يعني انه مش كثير واضحة يعني، بس انه نفس الفكرة. هذا هو الغشاء سيمي بيرميبل ميمبرين. هون عندي كونسنتريشن اعلى، هون كونسنتريشن اقل، فانتقل من كونسنتريشن الاعلى للكونسنتريشن الاقل. هون عندي برشر عالي، هون برشر قليل، انتقل من البرشر القليل للبرشر العالي. هذا هو الداون داون جريدينت، داون كونسنتريشن او كيميكال او الكتريكال جريدينت. والكتريكال برضو هون من الشحن البوزيتيف للنيجاتيف. تمام، هاي هي الكرايتيريا وحكيناهم، يعني ما فيهم اشي صعب. هسه في عندي فاكتور بتأثر على معدل الانتشار او معدل النقل. في عندي عدة فاكتورز طبعا، هاي يعني صراحة انه مصطلح فاكتورز مش كثير دقيق. والريت اوف ديفيوجن في له معادلة، هاي المعادلة يعني لها شريح وتفاصيل كثيرة، انا ما حطيتها ولا تطرقت لها لانه مش مطلوبة منكم، وانا ما بدي اتوسع بالشرح بشكل كبير، بس بدي التزم بالاشياء المطلوبه منكم واشرح لكم اياها. اي حدا بيحب انه يستفيد وانه حابب يعرفها ممكن اشرح له اياها لحاله بعدين، ولكن انتم بالنسبه لكم مش مهمه. فانا بس اشرح الفاكتور اللي هي نفسها موجوده في المعادله، بس احنا حنشرحها بشكل على شكل كلام يعني. هسه ان نبلش بهذا الحكي خلينا نرسم عشان يكون، هو مش رسم، هو يعني تقريبا شبه رسم حتى يكون الكلام واضح. هسا عندي نفترض هون 1 2 3 4 5 6 7 8، نفترض هون 9 موليكيولز، هون نفترض عندي 3، هون 9، هون 3. هسا الفرق في التركيز بين الاكسترا سيلولار والانترا سيلولار بسميه النت ديفيوجن، نت ديفيوجن او الفرق التركيز اللي هو الجراديانت، الكتروكيميكال جراديانت. الفرق التركيز 9 ناقص 3 6، فالنت ديفيوجن عندي هو 6. فالكل بحكي لك اول اشي، اول فاكتور، كل ما زاد هذا الفرق كل ما كان سرعة الانتشار اسرع. هذا الاشي منطقي، يعني لو صار عندي هون مثلا 12 موليكيول سرعة الانتشار حتكون اكبر، وبالعكس صحيح، كل ما قل حيكون سرعة الانتشار أقل. يعني مثلا انتقلت هاي الجزيئات هون، نفترض انتقل 3 جزيئات، نفترض انتقل 4 جزيئات أو 3 أو 2، فصار عندي هون 1 2 3، 1 2 3 4 5 6 7، انتقلوا جزئين، هاي 1 هاي 2، صار هون عندي 7، صار هون عندي 5. كم النت ديفيوجن؟ 7 ناقص 5 2، فصار هون صار في بطء بالنقل. نيجي نكمل، انتقلوا
صار في عندي فرق اثنين لسه، دخل كمان جزيئين او جزيء لهون، صار عندي هون 1 2 3 4 5 6، هون 1 2 3 4 5 6، هون 6 هون 6، الفرق النت ديفيوجن كام صار 0. هاي الحالة بسميها الإكوليبريم أو التوازن أو الاتزان اللي صار عندي هون، بما إنه هون عندي 6 مولكيولز وهون 6 مولكيولز، فما في عندي الفرق في التركيز، ما في عندي الكتروكيميكال جراديانت، فهون ما في عندي انتقال او ديفيوجن. هلا انا بحكي عن الديفيوجن بشكل عام لانه بيعتمد بشكل اساسي على تدرج في التركيز، هون ما عندي تدرج في التركيز. حكينا عرفنا الباسيف ديفيوجن اللي هو انه بينتقل من الاعلى تركيز لاقل تركيز، طب هون ما في تركيز، اذا ما في هون ايش ديفيوجن. هون شفنا من 0 ل 2 بلش الديفيوجن يبلش، بلش الديفيوجن يبلش، حلوه. طيب بلش يصير عندي ديفيوجن، لما زاد التدرج في التركيز ل6 صار معدل الانتشار او معدل الانتقال اسرع. اذا اول علاقه أو اول خاصيه هو الجريدينت اوف فور ديفيوجن، كل ما كان اكثر كل ما كان الريت اوف ديفيوجن اكثر، هذا اشي بديهي. تمبرتشر، هسه زي ما حكينا احنا ها هسه زي ما حكينا انه الجزيئات الموليكيولز كلها لها طاقة حركية، زي ما بنعرف. يعني مثلا أقرب مثال اللي هو المي، المي 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 هي سائل، بس نيجي نغليها بتتحول لبخار. السائل في الجزيئات بين بعض متباعدة، بس أنا أعرضها للحرارة تكتسب طاقة حركية أعلى، بس تكتسب طاقة حركية أعلى بصير في بيناتها تباعد، فبتتباعد وتتحول لغاز. هنا نفس الفكرة، أنا لما أجي أعرض او ازيد الحراره للموليكيولز فانا زدت الطاقه الحركيه بيناتهم. فانا هون مثلا لما زي ما حكينا نفترض انه هاي منطقه مغلقه عندي عدد موليكيولز، زدت الطاقه الحركيه هون، لما زدت الطاقه الحركيه هون صار في تصادمات كثيره، فصار بس بده مجال حتى يهرب، فهون حيزيد عندي النقل، حيروح للمكان الفاضي. انا بقول لك انا طاقتي زادت وبدي مساحه واسعه، فالنقل حيزيد عندي. السيرفيس اريا، هسه اكيد يعني انو احسن مثلا اني اطلع من باب صغير عندي مثلا بصاله، عندي باب صغير عندي باب كبير، الناس حيطلعوا اسرع من الباب الصغير ولا من الباب الكبير؟ نفس الفكره، يعني مثلا باب المسجد، يعني لما يكون الباب صغير المصلين بصير يطلعوا شوي شوي يعني ويتدافشوا ويطلعوا شوي شوي، انما لو كان باب كبير حيطلعوا براحتهم. نفس الفكره، كل ما زادت السيرفيس اريا المساحه السطحيه حكون في مجال عندي للديفيوجن اعلى. والبيرميابيليتي للممبرين، يعني بيرميابيليتي انا بقيسها بالسنتيمتر بير سكند، يعني كم انا بقدر انقل من المساحة في الثانية لهذا المولكيول، كم بقدر أنقل من المولكيول نفسه في الثانية. بس هاي المعادلة زي ما حكينا مش مطلوبة، كل ما زادت البيرميابيليتي لهذا المولكيول كل ما كان الريت اوف ديفيوجن أعلى. هذا اللي احنا اللي حكيناه، يعني السيرفيس اريا هذا مثال عليها. هون برضو يعني فينا نفسر ليش انه الليبيد سوليبل جازز بيكون الديفيوجن لها اعلى من غيرها، لانه بتقدر تدخل من اي مكان في السيل ميمبرين، فالسيرفيس اريا تبعتها اعلى. ما علينا، هسه في عندي عوامل علاقتها عكسيه مع الديفيوجن او معدل النقل، هو المولكيولار ويت او المولكيولار سايز. فكل ما زاد الحجم كل ما كان الديفيوجن اقل، وهذا الاشي يعني كومن سنس، يعني اشي بالمنطق، يعني كل ما كان عندي الحجم هذا الجزيء اكبر حكون عليه صعب اني ادخله او بحتاج وقت اكثر، وبالتالي وكمان في عندي الثيكنس للميمبرين. هسا انو هاي نعتبر هذا السيل ميمبرين وهنا سيل ميمبرين، انا كمولكيولز انو احسن انو اسرع لي امشي بهذا الثيكنس ولا امشي بهذا الثيكنس كامل؟ طبعا امشي بهذا الثيكنس، فكل ما زادت الثيكنس للممبرين كل ما كان الريت اوف ديفيوجن اقل، اذا هذول حيقللوا الريت اوف ديفيوجن وهذول حيزيدوا الريت اوف ديفيوجن.
وحكينا أول إشي هو التدرج في التركيز الجريدينت اوف ديفيوجن، وعندي التمبريتشر، وعندي السيرفس اريا، وعندي البيرميابيليتي. هذول الاربعه احفظوهم، بكون سؤال بس احنا يعني احنا فهمناهم. وهذول برضو اعرفوهم، مولكيولار ويت والثيكنس للميمبرين. هذول اهم الاشياء المطلوبه منكم انتم كفاكتورز، وحكيت لكم المعادله مش مطلوبه، وانا ما فصلت بالشرح فيهم لانه ما شفت انه مطلوب منكم. وهنا ملخص لكل الفاكتورز زي ما حكينا. هون اول اشي اللي عندي الجريدينت، كل ما كان هنا التركيز هون هيك، كل ما كان التركيز فرق في التركيز اعلى، كل ما كان الكونسنتريشن او الالكتريكال او البريشر، يعني بغض النظر، يعني كل ما كان الفرق اعلى كل ما كان الريت اوف ديفيوجن اعلى. الثاني اشي التمبريتشر، ثالث اشي السيرفيس اريا، كل ما كانت السيرفيس اريا اعلى اكثر اكبر كل ما زاد التركيز. ورابع اشي اللي حكيناه البيرميابيليتي، يعني كل ما كان انه هذا الغشاء بنفذ لهاي المادة اللي بدي انقلها، كل ما كان منفذ إلها كل ما كان الريت اوف ديفيوجن اعلى. الاشي اللي بتناسب بشكل عكسي هم المولكيولار ويت، كل ما كان الحجم اكبر كل ما كان صعب علي، والثيكنس للممبرين برضو بتناسب بشكل عكسي. هاي خلصناها، حكينا باللون الاحمر هو الكلام اللي حكته الدكتورة، بس هو يعني نفس الاشي اللي حكيناه، يعني انه هي بس مقسمتهم انه فاكتور ريليتد للممبرين وفاكتور ريليتد للسبستنس، ريليتد للممبرين سيرفيس اريا والثيكنس والبيرميبيليتي، وحكيناهم كلهم. والريليتد للسبستنس الليبيدز والسوليابيليتي، الليبيد سوليابل والواتر سوليابل، والمولكيولار ويت والكونسنتريشن. اكيد يعني الليبيد سوليابل كل ما اذا كان الليبيد سوليابل بيكون علاقته دايركتلي يعني شو اسمه مع او بزيد الريت اوف ديفيوجن، واذا كان ووتر سوليبل بكون شو اسمه المعدل الريت اوف ديفيوجن اقل الها. تمبريتشر حكيناهم هون. طيب نيجي بالتايب الاول او النوع الاول من الباسيف ترانسبورت اللي هو السيمبل ديفيوجن. سيمبل ديفيوجن هو ما بيحتاج لكارير، سميناه سيمبل يعني عن طريق اما شو اسمه الباي لاير ليبيد باي لاير، او عن طريق تشانلز مش الكارير. حكينا الفرق بين التشانلز والكارير، تمام. فالسيمبل ديفيوجن ما بيحتاج لكارير، عشان هيك حكينا سيمبل ديفيوجن لانه ما بيحتاج لانرجي. فهذا عن طريق السيمبل ديفيوجن بقدر انقل الليبيد سوليبل سبستانس، بقدر انقل السمول ووتر سوليبل سبستانس، وخاصه الايونز. يعني الليبيد سوليبل سبستانس ما حددنا حجم لانه هذول معهم كرت اخضر، متى بدهم بدخلوا متى بدهم بيطلعوا براحتهم لانهم ليبيد سوليبل. بينما الووتر سوليبل اذا كانت صغيره يلا بندخلها عن طريق السيمبل ديفيوجن. وحكينا هذا الاشي بيحصل عن طريق اما الباي لاير اما بصير عن الباي لاير يدخل مباشرة، او عن طريق الايون تشانلز، عن طريق بروتين تشانلز اللي هو البرمياشن بيدخل فيها السمول ووتر سمول ووتر سوليبل سبستانس. عن طريق الليبيد باي لاير بينتقل الليبيد سوليبل سبستانس. هاي امثله عليها تحفظوهم، يعني الاو 2 سي او 2 الفاتي اسيد والجليسرول واليوريا، تمام. وهاي امثله على الليبيد سوليبل سبستانس، احفظوهم لانه برضو ممكن يجي سؤال. ار ذا فولوينج ار ليبيد سوليبل سبستانس اكسبت، وهكذا تمام. وحس زي ما حكينا احنا كل ما كان ليبيد سوليبيليتي اعلى كل ما كان ريت اوف ديفيوجن اعلى. هذا حكينا في تناسب طردي بيناتهم، فهذا الحكي اللي موجود في هذا السطر. والاوتو يعرفوا انه هاي ليبيد سوليبل، بالتالي بيدخل بكميات كبيره للخليه. الطريقه الثانيه ممكن يدخل عن طريق السيمبل ديفيوجن، عن طريق التشانلز. حكينا برضو الفرق بين التشانلز والكارير، واللي بيدخل عن طريق التشانلز هم سمول ووتر سوليبل سبستانس اللي هم الايون صوديوم بوتاسيوم كلورايد، تمام. هسه التشانلز عندي عده تايبس للتشانلز. هسه انا دائما كنت ارسم تشانلز هيك،
أنا كنت أرسمها هيك بس يعني من السرعة، يعني لأنه في عندي تايبس هو حأحكيهم، فما حابة أتفصل بهذاك الوقت. هسا في عندي تشانلز، إما ليك تشانلز أو جيت تشانلز. ليك تشانلز يعني ما فيها بوابة، زي هيك زي ما أنا كنت أرسمها، خلاص بيجي المولكيولز هاي التشانلز تبعتي ضلوا داخل مباشرة، ما عنده أي مشكلة. فهاي دائما مفتوحة، أول إشي بدكم تعرفوا إنه هاي دائما مفتوحة ما بتسكر، ودائما في عندي انتقال لحد ما يوصل النت ديفيوجن لزيرو. النت ديفيوجن زيرو يعني الاكسترا سيلولار كونسنتريشن نفس الانترا سيلولار كونسنتريشن. هذا يعني الليك تشانلز، مثال عليها الصوديوم والبوتاسيوم ليك تشانلز. اما الجيد تشانلز هي لا، هي ماشي تشانلز وقناة وهذا، بس بحكي لك انا يا عمي ما بفتح الا هيك، بتكون تقريبا شكلها ليك تشانلز، بتكون في عندي بوابة على القناة وبتقول لك أنا ما بفتح إلا بشروط. هاي البوابة تفتح عندي نوعين إلها، إما البوابة بتفتح إما فولتج أو عن طريق ليجنز. فبالتالي الفرق بين الليك تشانلز والجيت تشانلز إنه الليك دائما مفتوحة وما بتبطل الأيونز تدخل إلا لما يصير عندي إيكولابريم، اللي هو النت ديفيوجن يساوي زيرو، اللي هو الكونسنتريشن في الداخل والخارج يتساوى، وقتها بيوقف الانتقال. أما الجيتد ما بتفتحه، بتفتح وبتسكر، وبتفتح عند حاجة الخلية إلها، وبتفتح وبتسكر بناء على فتح وإغلاق البوابات اللي عليها. هاي البوابات إما بتكون فولتج جيتد أو ليانت جيتد. فالفولتج جيتد بتفتح لما يصير عندي تغير في الالكتريكال بوتنشال عبر ايش السيل ميمبرين، اللي او انه بمعنى ثاني الاكشن بوتنشال اللي هو جهد الفعل اللي حتاخذوه بالتفصيل لبعدين. فاذا تغير عندي الالكتريكال بوتنشال عند الخلية، فبتفتح هاي البوابات وبتدخل الايونات، مثال عليها بوابات الصوديوم. في عندي ليجاند جيتد، يعني الليجاند هو المولكيولز بيرتبط بهاي الشانيلز وبيؤدي الى فتح البوابة. فهاي البوابة بتفتح as result of binding of chemical substance with receptor on the chemical protein. ومثال عليها الاستالكولين بيرتبط at motor end pellet. الموتور اند بلت اللي هو بحكي له نيورو ماسكولار جانكشن، نيورو عصبي ماسكولار عضلي جنكشن تقاطع، يعني المنطقة اللي بتلاقى فيها النهاية العصبية مع العضلة، النقطة اللي بتلاقى فيها النهاية العصبية مع العضلة، الهدف منها إنه العصب يعطي الأمر للعضلة. تمام. هذا هو ملخص للسيمبل ديفيوجن. إما الديفيوجن بيكون مباشرة عن طريق الباي لاير أو عن طريق التشانيلز. التشانلز هاي حكينا إما ليك مباشرة بضلها فاتحة دائما، أو بتكون جيتد. الجيت هاي إما بتكون فولتج بتعتمد على الإلكتريكال، إذا تغيرت عندي الكهرباء البوتنشال أكشن بوتنشال اللي هو جهد الفعل اللي تغير حوالين الخلية أو غشاء الخلية، حتفتح هاي البوابات. هاي هون زي ما احنا شايفين صار عندي الكتريكال تشينج، ففتحت هاي البوابات وتدخل الايونات. وهون عندي ليجاند جيتد، بيجي هون ليجاند بيرتبط فيها فبيؤدي الى فتح البوابة ودخول شو اسمه الايونز. هذا بالاحمر كلام الدكتورة، زي ما حكينا الليك تشانلز دائما مفتوحة موفمنت في ايون انتل اكوالبريم حتى يوصل لحالة توازن، التوازن اللي هي يكون الكونسنتريشن في الداخل هو نفس الكونسنتريشن في الخارج. تمام، هاي خلصناها. الجيتد حكينا بتفتح حسب حاجة الخلية إلها. طيب بتكون طبعا حسب حاجة الخلية، الشرط الأول حسب حاجة الخلية إلها، والشرط الثاني يكون في عندي تدرج في التركيز أصلا، يعني في عندي الكتروكيميكال جريدينت، لازم يكون في عندي الكتروكيميكال جريدينت ويكون الخلية فتحت البوابة. هذول الشرطين لازم يتوفروا. هون بس شرط واحد يكون في عندي جريدينت، هون شرط واحد، هون في عندي شرطين. وعندي الجيتد أو البوابة تفتح إما بتغير الإلكتريسيتي change أو عن طريق الكيميكال بيرتبط فيها بالشانلز وبيؤدي إلى فتح البوابة.
وبتدخل الايونات، مثال عليها الاستايكولين. هسه حنشرحها، طبعا هاي المثال اللي بعطيته الدكتوره، هسه انا هشرح لكم اياه على الصوره. هذا هو النيرف اندينج او النهايه، هاي هي النهايه العصبيه. هذا بيجي من هون النيرف امبالس، هيجي من هون حيغير الكهرباء، الفرق الالكتريسيتي اللي موجود في الغشاء، بس يغير الالكتريسيتي الموجود في الغشاء. فسا هون في عندي طبعا، طب قبل ما احكي لكم عن اي شيء بالبوابات، بس احكي لكم شو هاي. هذا هو النيوروماسكولار جنكشن، هذا هو النهايه العصبيه، هاي هي البدايه العضليه، يعني هون النيورو هون ماسكولار، هذا هو الجنكشن، هو الاتصال بيناتهم. النيرف بده يعطي الامر للعضله، تمام. هسه عندي هون انا احكي عن هاي البوابه وعن هاي البوابه، هذول البوابات، تمام. هاي شانلز وهاي شانلز، وهاي لها جيت وهاي لها جيت، ولكن هاي فولتج جيتد وهاي ليجاند جيتد. فهون عندي النيرف امبلس وصل، تغيرت الالكتريسيتي حوالين الغشاء، ففتحت هاي البوابه فدخل الكالسيوم، بس دخل الكالسيوم صارت عندي العمليه هون، وصار عندي ريليزنج للاسيتايلكولين. اجى الاسيتايلكولين وارتبط في الصوديوم شانلز، ففتح الجيت، فتحت البوابه، بلش الصوديوم يدخل. هذا هو مثال على الايون، على الجيتد، سواء الفولتج او الليجاند جيتد. وهذا هو اللي حكته الدكتوره، عندي نيورو ماسكولار جانكشن، بصير عندي سيكريشن الاستايلكولين مرتبط بالريسبتور. نتيجة ارتباط الاستايلكولين بالريسبتور تفتح بوابات الصوديوم، بدخل الصوديوم، بصير عندي اكشن بوتنشال، بصير عندي كونتراكشن للمصل. ما في داعي ندخل بهاي التفاصيل كلها. هذا هو ملخص السمبل ديفيوجن، انه بينتقل بشكل حر عن طريق الغشاء. مثال عليه كربون دايكسيد، مثال عليه ثاني اكسجين، وحكينا اللي بدخل هو النان بولر اللي هو الليبيد سوليبل سبستنس، هي اللي بتدخل عن هاي الطريقة. كافي ليفل زيرو، يعني ما بتحتاج للاي تي بي، خلص الغشاء نايم والامور ماشيه. بينتقل من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن وذ فلو، بيمشي مع التدفق، وهذا باسيف ترانسبورت. نيجي للنوع الثاني من الترانسبورت، الباسيف ترانسبورت هو الفاسيليتد ديفيوجن، احنا حكينا عنه يعني بالبدايه، اللي هو بيحتاج لكارير. نراجع مع بعض. فاسيليتد يعني بيحتاج كارير، بيمشي مع تدرج التركيز من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، يعني داون هيل. هاي الشرط الثاني. الشرط الثالث نو نيد للانرجي، هذا انا بستخدمه، بحتاج الفاسيليتد للليبيد انسوليبل اللي هو ووتر سوليبل لارج مولكيولز، مثل الجلوكوز والموست امينو اسيد، ليبيد انسوليبل لارج مولكيولز، تمام. حكينا احنا السمول ووتر سوليبل بدخلها بالسمبل ديفيوجن، والليبيد سوليبل بشكل عام بدخلها بالسمبل ديفيوجن، بينما اللارج ووتر سوليبل بدخلها عن طريق الفاسيليتد. وحكينا شروط الفاسيليتد 1 2 3 اللي حكيناهم هون. الفاسيليتد حكينا بيحتاج لكارير، حكينا الكارير في عندي بايندينج سايت، بيجي هذا المولكيولز بيرتبط بالبايندينج سايت، بصير عندي كونفرميشنال تشينج وبدخل المولكيولز. ميكانيزم، طيب حكينا يعني هاي المعلومات كلها حكيناها. كارير هذا كلام النوت، يعني انا مضطر امشي عليه يعني حتى اكون مغطي لكم كل شيء موجود. فهذا الكارير بروتين في الترانسبورت سبيسيفيك مولكيول، حكينا هو السبيسيفيك ترانسبورت للسبيسيفيك مولكيولز، مش اي مولكيول يلا ادخلوا خلاص. مثال عليك جلوكوز بارت واي but not all the way. ايش يعني؟ يعني الجلوكوز بينتقل بينتقل بهذه الطريقه، بس انه مش فقط بهذه الطريقه بينتقل الجلوكوز، لا، في طرق ثانيه بينتقل فيها الجلوكوز بصير له ترانسبورت، حنحكيها لبعدين. يعني هون بشرح لكم اللي حكيناه، يعني انه بيرتبط البايندينج اوف سبيسيفيك مولكيول، هذا المولكيول بيرتبط بالريسبتور على البايندينج سايت اون ذا كارير بروتين، او بحكي لك كارير بروتين تايب اوف انتجرال بروتين. صباح الخير، يعني احنا بنعرف هاي المعلومات اللي بتحكي لنا اياها.
فبصير عندي widening لل inner part، ويعني كلام مش كثير مهم. و facilitation لل transport follicular عبر الممبرين. بس يعني هاي كله حكينا، يعني facilitated حكينا. أنا بحكي لك شو الفرق بين السيمبل والفاسيليتد. يعني هذا كل، يعني صراحة اللي ما بيعرف يطلع هذول يعني مشكلة فيي صراحة، مش فيك. إذا حدا ما عرف يطلع بكون مشكلة فيي أنا، يعني إذا ما حدا عارف إشي من هاي الفروقات. السيمبل ديفيوجن حكينا عن الليبيد سوليبل والسمول ليبيد انسوليبل أو السمول ووتر سوليبل، سمول ووتر سوليبل، بينما الفاسيليتد للليبيد انسوليبل، لارج ليبيد انسوليبل. السيمبل ديفيوجن بيحتاج لكارير؟ لا ما بيحتاج لكارير. الفاسيليتد بيحتاج لكارير. سبيسيفيتي حكيناها، والكومبيتيشن كومبيتيتيف حكيناها، والساتشوريشن حكيناها. هون حكي هذول الثلاث كلهم حكيناهم ببداية الشرح. حكينا الساتشوريشن بالسيمبل ديفيوجن ما في ساتشوريشن لأنه ما في كارير. حكينا ما في شو اسمه، ما في ساتوريشن لانه ما في كارير، فكل ما زاد التركيز معدل النقل حيزيد. بينما هون في عندي ساتوريشن، في عندي اشي الفي ماكس اللي حكينا عنها او التي ماكس ترانسبورت ماكسيمم، كل ما زاد الكونسنتريشن حيزيد لحد معين. بس سيدي عندي ساتوريشن، كل الترانسبورت كل الكارير تملوا خلص، شو ما زادت في التركيز ما حيزيد سرعة النقل. ففي عندي ساتوريشن. وحكينا كومبتيتيف، ممكن انه مثلا سيميلر موليكيول يرتبط مكان شو اسمه الموليكيول اللي انا بدي اياه، فحيبطل قادر يدخل الموليكيول الاصلي. وسبيسيفيتي هو شو اسمه بكون سبيسيفيك لسبستانس معينين، بينما السيمبل ديفيوجن لا ما في سبيسيفيك معين لانه هو مش كارير. ها انا الغشاء عندي مفتوح ويلا مين ما بده يدخل، مش مين ما بده يدخل حسب الشروط اللي حكيناها، يعني هاي الشروط اللي حكيناها فوق. طيب هسا لو زادت عندي الحرارة او قلت، هل حيتأثر السيمبل ديفيوجن؟ لا السيمبل ديفيوجن ما حيتأثر. هل الفاسيليتد حيتأثر؟ نعم حيتأثر. ليش؟ لانه حكينا الكارير بيعتمد على الانزايم. هاد هو الفرق الأخير، يعني كل هاي الفروقات حكيناها، إن شاء الله تكون إنها واضحة ومفهومة بالنسبة لكم. وهنا ملاحظة الدكتورة، نيد بروتين فاسيليتد نيد بروتين كارير ذا سيل بروديوسينج سبيسيفيك نمبر اوف كاريرز. هذا هو يعني شرح اللي احنا شرحناه. وذ تايم الكارير بصير له ساتشوريتد، فماكسيموم ترانسبورت نو مور انكريز ان ريت ديفيوجن. وهذا هو الصورة اللي حطيتها الدكتورة، كونسنتريشن جريدينت، كل ما زاد بتزيد بالسيمبل ديفيوجن بتزيد الريت اوف ديفيوجن، بينما بالفاسيليتد ديفيوجن حيظل حيزيد لحد معين وبعديها ما حيقدر يزيد. اظن هاي الرسمة خطأ يعني، او خلاص انسوا مش مهم، يعني اظن انه فيها خطأ، يعني السيمبل ديفيوجن لازم تحت والفاسيليتد لفوق، ما علينا مش مهم هاي التفاصيل. هسا نيجي طولنا كثير بهاي المحاضرة، مع انها محاضرة بسيطة بس بجوز عندنا كثير معلومات، يعني ان شاء الله تكون انها ثبتت عندكم. هسا special type of passive transport انا حامشي فيها بسرعة حتى ما اضيع وقت اكثر. تمام، passive special types of passive transport او شيء الاسموزز. الاسموزز هو الديفيوجن للووتر. احنا بنعرف الووتر الاسموز. هسا قبل ما نحكي عن الأسموزز نحكي شوية أساسيات إحنا بنعرفها. تمام، نفترض هاي ووتر وهاي ووتر، أو لا نرسمها بشكل كاسة عشان نتخيلها. هون كاسة وهون كاسة، هون الووتر افترض هالقد في ووتر، وهون الووتر قليل، هون 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. هسا احنا بنعرف الكونسنتريشن ما بيعتمد عندي الووتر اللي هو السولفنت اللي هو المذيب. الووتر هو المذيب، والموليكولز هي المذاب. فاذا زاد
عدد المذا عدد شو اسمه جزء، إذا زاد عدد جزيئات المذاب الكونسنتريشن حيزيد، وإذا زادت الووتر الكونسنتريشن حيقل، حيصير له ديليوشن، حيصير له تخفيف. هذا الإشي بنعرفه إحنا من زمان. تمام. فلما أنا أحكي من أمشي من اللو كونسنتريتد هسا أنو، تمام، هسا هون لو بدي أجي أحكي لك إنه هذا المحلول والله اللو كونسنتريشن، لو كونسنتريشن هذا هاي، نعتبر هاي كونسنتريشن، تمام، نعتبر هذا المحلول لو كونسنتريشن وهذا هاي كونسنتريشن. شو انت حتفهم بس احكي لك لو كونسنتريشن؟ يعني حتحكي لي انه نفترض انه نفس عدد جزيئات المذاب، فانا عندي تغير في ايش، في كمية الووتر، فانت حتحكي لي انه باللو كونسنتريشن يعني ان عندي مي كثير، فخلت في عندي ايش ديليوشنال، فصار في عندي تخفيف، عشان هيك صار عندي low concentration. بينما هون حتحكي لي انه المي قليلة فصار عندي التركيز اكثر للمولكيولز. فلما انا احكي هذا السبستانس او هذا هاي المادة فيها low concentration يعني عندي ووتر عالي، بينما لما احكي فيها high concentration يعني ووتر قليل. هاي انا افهموا لي اياها عشان ما تحكوا انه لا وليش اعتبرناها باسف. فانا فالووتر منطقيا الووتر كي هون الووتر باللو كونسنتريشن الووتر عالي، وبالهاي كونسنتريشن الووتر قليل، فمنطقيا المي كيف حتتحرك؟ احنا بنعتمد ايش بالاسموزز على حركة الووتر، الووتر حتتحرك من الاعلى للاقل، تمام، ولا هذا ايش الحركه الفعليه من الوتر اعلى للوتر اقل، ولكن الحركه الهاي الفعليه، ولكن الحركه الظاهريه من لو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. تمام. الحكي اللي احنا اللي هو مكتوب هون كله يعني عندي لو كونسنتريشن سوليوشن، محلول لو كونسنتريشن وعندي محلول هاي كونسنتريشن، بس حكينا لو كونسنتريشن يعني الوتر فيه اعلى، بس حكينا هاي كونسنتريشن يعني الوتر فيه اقل، ووضحنا هذا الحكي هون. فبالتالي الاسموزس حتكون من الهاي الوتر الاعلى للوتر الاقل، عشان هيك احنا حكينا باسب from area of less concentration solution to area more concentrated solution. هسه هون الوتر حيظل ينتقل لحتى يوصل لحد معين. ايش هسه ايش القوة اللي ممكن انها تمنع الووتر انه يتحرك ما يصير له اسم؟ هاي القوة ناتجة عن الضغط، هذا الضغط بسميه اوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر يعني هي الدكتورة حاطة معلومة بسيطة او النوت محطوط فيه معلومة بسيطة، وهذا الموضوع شرحه كثير كبير، فانا بس هالتزم بالسطر المحطوط هون. فالاوزموتيك بريشر بس هعرفه واحكي شو اللي بيأثر عليه. الاوزموتيك بريشر هو البريشر اللي انا بحتاجه حتى امنع الووتر من انه يتحرك، حتى اعمل ستوب للاوزموسيس. هذا البريشر او الاوزموتيك بريشر بيعتمد على ايش؟ على تركيز المحلول. تركيز المحلول على شو بيعتمد؟ على البارتيكلز او الجزيئات الموجودة فيه. فأنا إذا زدت عدد جزيئات العدد وليس حجم، فإذا بعتمد على النمبر عدد الجزيئات، فأنا بزيد الأزموتيك بريشر لحتى أقدر أوقف حتى أوقف الأزموزز. هذا بالنسبة للتايب الأول من الباسيف ترانسبورت. هسه المعلومة الثانية، هنا الووتر مخالف للطبيعة، حكينا عندي الليبيد باي لاير ما بتدخل فيها الووتر سوليبل سبستانس، ولكن الووتر عن طريق الاسموزز ممكن يدخل. ليش؟ لانه الووتر جزيئاته فيري سمول سايز، مولكيول تبعه فيري سمول سايز، بيمتلك طاقة حركية عالية. واذا بتتذكروا الهيد تبعية الباي لاير هي هيدروفيلك محب للماء، فالووتر
حيجي يخترق هذا الجزيء الصغير سريع السريع بيمتلك طاقة حركية عالية، حيجي يدخل مباشرة زي الرصاصة ويخترق الغشاء، يخترق السيل ميمبرين ويدخل لجوا. فبحكي لك انه الديفيوجن للووتر بيكون عن طريق الليبيد باي لاير والبروتين شانلز. بحكي لك هون بس بفسر لك ليش انه عن طريق الليبيد باي لاير، لانه فيري سمول سايز وعندي هاي كاينتيك انرجي، بالتالي هذا الموليكيول حيخترق شو اسمه الليبيد باي لاير مثل الرصاصة قبل ما الهيدروفوبيك كاركتر للليبيد انها توقفه. زي ما حكينا هون اصلا هيدروفيليك، فهو بيجي الووتر بيدخل مباشرة، ولا من شاف ولا من دير. تمام. النوع الثاني اللي هو الفلتريشن، او البلك فلو. يعني الفلتريشن يعني انه الفلويد بينتقل عن طريق الممبرين نتيجة الاختلاف في الهيدروستاتيك براشر. هيدرو يعني ووتر، هيدروستاتيك براشر. امثله على الهيدروستاتيك براشر والاختلاف عليها هو امثله عليها هو الفلتريشن اللي بيصير على الارتيريال اند للكابيلاريز، والفلتريشن اللي بيصير بالجلوميرولر كابيلاري. انا حطيت عنهم صور، هي الدكتوره مش شارحه غير الرينال البومنز كبسول. انا حاشرح لكم المثالين بما انهم محطوطين هنا. هنا عندي الارتري، هنا عندي الفين. الارتري بيطلع منه ارتريول، والارتريول بيطلع منه كابيلاريز، وهنا جهة الارتري وعندي جهة الفين. هون الارتري هون، انا اخذت هالمنطقة وجبتها هون. هون عندي ارتري وهون عندي فين. تمام. فعندي هنا اشي اسمه نت بريشر. فعندي هنا البلد بريشر او الهيدروستاتيك بريشر، تمام، 32. الارقام مش مطلوبة حاليا يعني، حتاخذوها بعدين، بس انه من باب التوضيح انا بس اشرح هاي الجهة خلص، يعني بما انه ما بدي اطول عليكم بالشرح واشياء مش مطالبين فيها حاليا. عندي هون الهيدروستاتيك بريشر اللي هو البلد بيضغط او بيضغط على جدار الفيسلز، البلد بكون قوي بيضغط في بريشر، بيعطي بريشر على جدار الفيسلز، هذا بسميه الهيدروستاتيك بريشر لانه جاي من الارتيريال اند، فبكون قوي فبكون مقداره 32. في عندي حكينا الاوزموتيك بريشر، هو من الخارج للداخل الووتر بده يدخل. في عندي البرشر البلد برشر او الهيدروستاتيك برشر للخارج، والاوزماتيك برشر للداخل. نيجي احنا بنحسب اشي اسمه النت برشر، نقص 32 من 22 بيكون 10، والاتجاه للخارج. فهذا هو الهيدروستاتيك، هذا هو النت برشر ناتج عن طرح الهيدروستاتيك برشر من الاوزماتيك برشر. فالعشرة للخارج فبتكون عندي، بيبلش الفلويد تطلع وبتكون عندي انترستيشال فلويد. بعدين بتاخذوا هاي التفاصيل لبعدين، يعني أنا هي بس لانه معلومة الدكتورة حطيتها. والفلتريشن بصير بالبومنز كابسول، هاي هي بومنز كابسول اللي اخذتوها انتو نفسها بالتوجيه، يعني هاي هي هذا هاي بسميها النفرون. النفرون هي الوحدة الكلوية يعني اللي بصير فيها فلتريشن للبلد، الوحدة الكلوية تتكون هاي البومنز اوف بومنز كابسول او محفظة بومن على ما اذكر بالتوجيهي، وهاي اللي كنا نحكي لها الانبوب الملتوي القريبة، وهاي التواء هيلي، وهاي الانبوب الملتوي البعيدة، وهاي القناة الجامعة الكوليكتنج داكت والى اخره. يعني بالبومنز كابسول بمحفظة البومنز في عندي هون مجموعة من الكابيلاريز، بيجي من هون الارتري بسميه الافيرنت ارتري، بيدخل بصير عندي هون في عندي عدة بريشر مش هشرحها بالتفصيل. يعني عندي بصير عندي في مجموعة بريشر اللي هو الهيدروستاتيك بريشر، و فعندي أكثر من برشر موجودة في هاي المنطقة، حنشرحها كلها بالتفصيل يعني. تمام. النت برشر
طبعا اللي حصل هو 10 للخارج، فهذا البرشر حيدفع الفلويد يطلع من الكابيلاريز باتجاه ايش البومانس كابسول، وحيكمل طريقه للبروكسيمال تيوب واللوب اوف هينلي الى اخره من الاجسام. انا شرحت لان الدكتوره حاطتها ان البلاد بيحكي لك بيدخل من الافيرنت ارتريول، من هون بيدخل من الافيرنت ارتريول بروح للكابيلاري، هاي هون الكابيلاري بالبومنس كابسول بصير له فلتريشن. بعد ما يصير له فلتريشن، الفلتريشن هو الفلتريتد بلاد اللي هو اليورين يعني، بيكمل طريقه لبروكسيمال داكت واللوبس اوف هنلي والديستال داكت والكولكتنج داكت. وطبعا البلاد هون بصير له فلتريشن جزء منه، والجزء الباقي بيكمل على الافيرانت ارتريول، حيرجع للبادي لحتى يستخدمه. تمام، هيك احنا خلصنا المثالين، حكينا السبيشال تايب هم الاسموزيس والفلتريشن والسولفنت دراج، حكينا عن الاسموزيس، حكينا عن الفلتريشن. هسا آخر موضوع اللي هو السولفنت دراج. هسا احنا حكينا السولفنت دراج، هسا احنا حكينا عن الووتر. هذا المثال، هذا السولفنت دراج بشوفه اكثر اشي بالرينال سيستم والجاسترونتستينال سيستم. الفكرة وين؟ هسا عندي هون الممبرين مثلا، عندي هون، ما بدي احط امثلة معقدة، خلينا نشرحها شرح. هسا عندي الووتر بهاي الجهة، تمام، وفي عندي جزيئات هون، وهون عندي نفس عدد الجزيئات، 3 4 5 3 3 6، هي 3 6، وهون ما في ووتر، بلش هون انتقل الووتر هون، تمام، في عندي هرمونات وعدة ميكانيزم، انتقل الوتر هون، شو صار في الكونسنتريشن اللي هون؟ قل الكونسنتريشن، بما انه الكونسنتريشن قل، فهون الكونسنتريشن عالي، فحينتقل هاي المولكيولز من هاي المنطقة لهاي المنطقة، يعني بسموها سولفنت دراج، يعني الووتر سحب مع المولكيولز المذابة فيهم. وهذا الحكي بشوفه شو اسمه بشوفه بالرينال زي ما حكينا والجاسترو انتستاينال، في هرمونات بتسحب بترجع الووتر، بس يرجع الووتر بقل الكونسنتريشن في المنطقة هاي، بس يقل الكونسنتريشن حيدفع المولكيولز الثانية انها تنسحب مع الووتر. فبحكي لك بشكل عام انه الووتر بس ينتقل حيسحب معه بعض المولكيولز المذابة فيه. ومثال عليها ري ابزوربشن، اعادة امتصاص اليوريا، إعادة امتصاص اليوريا بعد إعادة امتصاص الووتر. يعني هون مثلا صار عندي إعادة امتصاص للووتر، بغض النظر من المنطقة، صار عندي إعادة امتصاص للووتر، بس صار عندي إعادة امتصاص للووتر، هون تركيز المادة قل، المولكيولز هون المولكيولز زاد تركيزها، فحتبلش تنتقل مع الوتر. هاي هي الفكرة السولفت دراج. وهيك احنا بنكون خلصنا ان شاء الله الجزء الاول من الممبرين ترانسبورت، بيظل عندنا الاكتيف ترانسبورت، ان شاء الله حنشرحه بطريقة اسرع يعني، خاصة البرايمري والسكندري لانه احنا حكينا عنهم بعض الملاحظات في البداية ما طورت في هاي المحاضرة، بس إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها، وإذا في أي ملاحظات أو أي فيدباك يعني فيكم تتواصلوا معي وتخبروني أو بأي طريقة تحكوا لي إياها، وموفقين إن شاء الله، ونراكم غدا أو نسمعكم أو تسمعونا تسمعوا.